أنا أستطيع، قالها ومضى. مهندس وعالم مغربي من مدينة فاس حار بين دراسة الرياضيات أو الفيزياء، فاختار الكيمياء وبدأت القصة. طموح، آمن دائما أن أصحاب العقول يجب أن تكون مستعدة لصناعة الفرص، وانطلق يبحث عنها. والمدماك الأول كان في معهد غرينوبل للتكنولوجيا في فرنسا. أنجز أطروحته في علم المواد في دمج الليثيوم بالجرانيت في أحد مختبرات المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي. مواد صلبة وسائلة وأجسام وتجارب مكنته من اختراع بطارية الليثيوم التي لم تكن قابلة للشحن قبله فباتت قابلة معه. وكانت بطاريات الشحن أكبر فباتت أصغر، وكان خطرها كبيرا فبات نادرا. نجح في إنجاز أكثر من 100 براءة اختراع وأكثر من 200 إصدار علمي. التحق في جامعة كاليفورنيا التقنية وعمل مع نازا، وساهم في إنتاج أول روبوت في العالم يعمل ببطارية الليثيوم وفي شحن السيارة الكهربائية في 10 دقائق. هو المهندس والعالم المغربي الذي أنجز ما لم ينجزه سواه، واثقاً أن الخير هو غاية العلم، والحاجة هي أم الاختراع، والتواضع قوة. بتواضعه جر، وبإصراره نجح، وبابتسامته أكد أن العلم بلا حدود، وأن تجاربه لن تتقاعد ما دام في رمقه حياة. هو بث على مدى 40 عاماً شحنات إيجابية في رئة العلم، واستحق الفخر العالمي له، للعالم المغربي المنصة.